احنا بنشوف السيد رئيس الجمهوريه مهتم انه يكون متواجد بنفسه في القداس، ودي الحقيقه الجمهوريه الجديده رسخت مفهوم المواطنه وعمقت الاحساس بالانتماء للدوله المصريه، كمان لمجتمع اقليمي وعالمي بيتسم بالانسانيه والمحبه. ده اللي خلينا نسال ازاي رسخت الجمهوريه الجديده مفهوم المواطنه. هنجاوب على السؤال ده مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده في صباح الخير يا مصر، الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين حسين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير استاذ عماد. صباح الخير. كل سنه وحضرتك طيب. منورنا، كل سنه وحضرتك انتم طيبين وكل الشعب المصري والاخوه الاقباط خصوصا بخير وفي افضل حال يا رب. امين يا رب. طبعا الاستاذ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، يعني غني عن التعريف. خليني اقول في الاول سؤالي لحضرتك، ازاي رسخت الجمهوريه الجديده مفهوم المواطنه؟ خلينا يعني عشان نجاوب على السؤال ده صح يعني وبسرعه شديده، ماذا كان قبل 2013؟ قبل 30 يونيو 2013. كانت هناك محاولات دائمة خصوصا من سنة 70 تقريبا، يعني بعد وفاة جمال عبد الناصر، كان في استهداف شديد جدا مع ظهور تيارات الإسلام السياسي وخروج للأسف الشديد أخطأ من وجهة نظر الرئيس الأسبق أنور السادات خطأ كبير جدا حينما استعان بجماعة الإخوان لضرب اليسار. طلع جماعة الإخوان في هذا الوقت بعد أن كادت أن تتلاشى بعض الضربات الموجعة التي توجهت لها في 54 و65، خرجوا من السجون، أعيد أحيوا تنظيمهم من جديد، اندمجوا مع الجماعة الإسلامية، وظهر صعود شديد جدا لموجة الإسلام السياسي اللي هم قاموا باغتيال الرئيس السادات في سنة في 6 أكتوبر 81. هذا الصعود للإسلام السياسي في مصر وفي المنطقة العربية اللي ظهر مع الثورة الإيرانية سنة 79، مع الغزو السوفيتي لأفغانستان سنة 79 برضو، وسنوات الثمانينات كلها التي كانت الجهاد أو المجاهدين في أفغانستان اللي هم رجعوا بقيوا إرهابيين في الدول العربية. هذا يعني التحرك المحلي والإقليمي والدولي أدى إلى يعني انه فكره الاسلام السياسي بدات بعض القوى الدوليه الكبرى تستعملها لابتزاز الحكومات في هذه المنطقه. فبدا يبقى فيه تاثير شديد جدا ليهم، وبدا يبقى فيه استهداف شديد جدا. احد يعني تداعيات هذا الامر استهداف الاخوه الاقباط في مصر وفي المنطقه العربيه. وشفنا في فترة الإرهابية الكبيرة جدا 90-98 محاولات كبيرة جدا لاستهداف الكنائس والأخوان. لما جم الإخوان حكموا مصر في السنة المشؤومة في سنة 2012 يونيو 2013، كان في عديد من العمليات الصعبة جدا من ضد الإخوة الأقباط. ماشي، لما المصريين تمكنوا من إزالة جماعة الإخوان من الحكم في 30 يونيو 2013، ويوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، كان في حاجة مهمة جدا جدا. أول حاجة عملوها جماعة الإخوان هو الهجوم الشامل على غالبية الكنائس في مصر واستهداف الأقباط، وشفنا عمليات هجوم وحرق للكنائس. وبالتالي الجزء الأساسي، لأنه الأقباط الأخرى الأقباط كانوا أيضا عنصر مهم وفاعل مع بقية مكونات الوطن في ثورة 30 يونيو اللي هي أزاحت حكم الإخوان. وبالتالي يعني الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حتى هذه اللحظة يحرص دائما على زيارة الإخوة الأقباط في عيد الميلاد، زيارتهم أحيانا في عيد القيامة اللي بيبقى تقريبا في شهر 4، وده حاجة لم يفعلها أي رئيس مصري من قبل. عبد الناصر كان يعني قريب جدا، وهو الذي أنشأ الكاتدرائية في العباسية كهدية للإخوة الأقباط، والرئيس السيسي أنشأ الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية اللي كانت موجودة امبارح. ده تطور خلى الإحساس اللي كان موجود عند بعض الأقباط إن هم مهمشين أو ينظر إليهم إن هم عنصر يعني درجة تانية أو حاجات زي كده، وهي كلها أمور خاطئة، إن هم يترسخ لديهم ولدى الآخرين ولدى الخارج أنه بالفعل مصر نسيج واحد. كلمة نسيج واحد مش مجرد شعار بنقوله، هو واقع موجود بالفعل، لكن كانت هناك محاولات طول الوقت لمحاولة التفريق بين الاثنين ومحاولة زرع الفتنة بين الطرفين. صحيح، زي ما حضرتك ذكرت في سنة 2012 لما كان في عمليات إرهابية كتيرة وعمليات تفجير للكنائس، الرئيس منذ توليه المسؤولية في 2014-2015 بدأ لما كان بيحضر القداس في عيد الميلاد كان بيوعد الأقباط بترميم هذه الكنائس، على الرغم من أنه لم يكن موجود في سدة الحكم في هذا التوقيت، لكن أعتقد دي كان وراها برضو رسالة مهمة جدا للمسيحيين سواء في الداخل أو في الخارج بشكل عام. طبعا هي رساله يعني مش هنتكلم على التقدير المادي او القيمه الماديه، هي ان هي رساله اقباط انه زي ما
حصل فيه تفجير من بعض الارهابيين لهذه الكنائس، فالدوله المصريه بتقول لكم ان هي اللي هتبني. دي نمره واحد. نمره اتنين، ودي النقطه كمان المهم، الكاتدرائيه في العاصمه الاداريه. في خطابات كثيره للرئيس السيسي، ومنها اظن من حوالي شهور كان هناك افتتاح لبعض المشروعات في مدن جديده، وقيل ان هناك مسجد، فالرئيس قاطع المتحدث وقال له واين الكنيسه؟ صحيح. وانه تحرصوا على انه يبقى فيه في اي مدينه جديده تنشا الكنيسه بجانب المدينه. النهارده احنا بنتكلم عن مدينه المنصوره الجديده، فيها كنيستين، وكان معانا مداخله للرئيس المدينه هناك، وقال ان خلاص نسبه الاعمال فيها وصلت ل 80%. دي رساله مهمه. الحاجه المهمه جدا، سنه 2015 على ما اتذكر او 16 صدر قانون تقنين دور اللي هو تقنين دور او قانون دور العباده الموحد، اللي هو الاول مره ان انت لغيت الخناقه والجدل الشديد جدا بما يسمى الخط الهاميوني. خدت بالك اللي كان الاخوه الاقباط في بعض العديد من القرى في مصر خصوصا في الصعيد لا يتمكنوا من اقامه كنيسه، وبالتالي كانوا يؤديها الى احد البيوت لادارتها، فيقوم بعض المتطرفين بالهجوم عليها وتنشا مشاكل مجانيه. لما انت كدوله بتقنن هذا الامر وبتديهم حقه في العباده زيه زي المسلم، في اطار حتى التوزيع الجغرافي، لانه حتى في قانون في دور العباده الموحد انك انت بتدي عدد كنائس طبقا لعدد السكان في كل منطقه، وبالتالي انت نزحت فتيل مشكله كبيره جدا جدا كانت موجوده وبتؤرقك وبتستنزفك وتستخدم تكئه للارهابيين او للمتربصين بالبلد كلها. طيب، في دور على كل مواطن زي ما في دور على الدوله، في دور كمان على رجال الدين. ازاي رجال الدين تحث المواطنين على مش بس المواطنه وفهم المفهوم ده، لكن على العمل بهذا المفهوم، المحبه والتآخي والكلام ده كله؟ دور رجال الدين المفروض يبقى ايه؟ ظني ان هو رجال الدين هم زي اي فئه في المجتمع بيتاثروا بالبيئه العامه في المجتمع. لو ان هذه البيئه او هذا المناخ مناخ ايجابي هيبقوا ايجابيين، لو انه مناخ سلبي هيبقوا متطرفين وسلبيين، وبالتالي يعني زي ما انت بتبذري بتحصد. يعني رجال الدين لما يبقى عندي المناخ ايجابي والمناخ الناس مؤمنه في لما الاولاد يتربوا في البيت وفي المدرسه وفي الشارع ان احنا واحد ومفيش فرق، وان في مواطنه حقيقيه. مواطنه يعني ايه؟ يعني مفيش فرق بين محمد وجرجس في التفرقه، كلهم واحد. ابناء وطن واحد. كل واحد. امبارح من الحاجات المهمه اللي اتقالت انه الاديان قد تتباين لكنها لا تتصادم، بمعنى انه ربنا يعني ولو شاء ربك لجعلكم امه واحده، مش ربنا كان قادر يخلي كل الناس صح واحد؟ لكن في خلاف، يعني ربما يكون ده جزء من الخلاف هو فكره الدنيا وفكره الحساب والعقاب والاختبار. اعبد ربك كما تشاء، بس وانت في البلد وانت انت مواطن المسلم زي المسيح زي اليهود زي الهندوس في اي مكان. الغرب نجح وتقدم بجزء من فكره المواطنه. العباده شيء مهم جدا، انك انت فيما يتعلق بربنا اعبده كما تشاء طبقا لدينك دون ان تؤذي الاخر. صحيح. فرجال الدين كلما عمقوا ده وان هو لم ينفي الاخر ولم يقصيه، ده انا اظن انه هيقدر يلعب دور، فيقدر ما زال لرجل الدين في مصر سواء المسلم او المسيحي تاثير كبير جدا، وبالتالي كلما كان يعني ايجابي ومنفتح وكل مكان قادر على ان هو ينقل لي الناس العاديين، لما يقول للناس اللي في صلاه الجمعه ان المسيح ده اخوك في الوطن، مختلف معك في الدين نعم، لكن هو اخوك في الوطن، ما ينفعش تتخانق معاه او تنفيه او تلغيه، والعكس صحيح بالنسبه للمسيح. وده اذا حصل انا اظن هو هيساهم، وانا اتصور للامانه انه حصل في حاجات كتير يعني في الفتره الاخيره بنسبه كبيره جدا، صار مفهوم رجال الدين مختلف لان الدوله يعني صممت على هذا، ووزاره الاوقاف لعبت دور مهم جدا في هذا، انتقاء ائمه المساجد، وشيخ الازهر ايضا هو رجل يعني حقيقي. تقدمي جدا في فكره، وافتى هو والازهر الشريف ووزاره الاوقاف بفتاوي شديده التقدميه، لعبت دور مهم جدا وحصرت المتطرفين في ركن صغير جدا. ده عظيم. عايز اتكلم مع حضرتك عن الصوره امبارح، لاحظت وصول السيد الرئيس والناس كانت في انتظاره، الناس كانت عارفه ان هو رايح، حتى كان في ناس مجهزه هدايا تذكاريه كمان للرئيس. زي ما قلنا في البدايه ده تقليد بيئي، تقليد تقريبا سنوي او مرتين في السنه في بعض الحاجات، اضافه لرسائل كثيره جدا الرئيس بيحرص على توجيهها للاخوه الاقباط. ده
شيء في منتهى الأهمية لي يعني مناعة الدولة المصرية، هي رسالة للأخوة الأقباط دائمة ومتكررة إن أنتوا جزء من هذا الوطن، أنتوا شريك، يعني ما ينفعش نقول حتى أن التعبير ربما جزء أو عنصر أو بتاع، كلها تعبيرات، لأن إحنا بالفعل كلنا واحد. المسيحيين موجودين في مصر قبل الإسلام وظلوا موجودين، بعضهم دخل الإسلام بعد الفتح الإسلامي لمصر، وبعضهم استمر في محافظا على دينه، وبالتالي هم جزء أصيل من هذا الوطن، لا ينكر ذلك إلا يعني أعمى. طيب يعني الإعلام ليه دور كبير قوي، مش بس في نشر لكن كمان أكيد رفع الوعي، يعني حابين نعرف إزاي إحنا كمواطنين يبقى عندنا وعي بإزاي نحمي الوحدة الوطنية من أي محاولة لتخريب أو خليني أقول إشعال يمكن الفتنة ما بين الطرفين، النسيج الواحد زي ما قلنا. طيب الإعلام عشان نتفق هو لا يخلق الشيء من العدم، الإعلام هو ينشئ ينقل حاجات موجودة على أرض الواقع، ودي موجود دي مفروض وظيفته الإعلام، يعني الوظيفة الرئيسية ليه هي نقل الأخبار، وفي جزء والبعض يقول والتسلية، لكن هناك مهام أخرى كثيرة جدا هي التوعية، التحليل، حاجات زي كده. فكلما كان المناخ إيجابيا وكلما كانت الأرض الواقع سليمة وصحيحة، فالإعلام بينقل هذا الأمر الواقع للناس ويعظمه. لكن أيضا حينما تكون هناك فترات سيئة وصعبة كما مر بمصر كثير منها في سنوات سابقة كثيرة جدا، فالإعلام دوره أنه هو يوعي الناس أنه ده مش الأصل، أن الأصل هو أن الناس تعيش مع بعضها دولة واحدة مواطنة واحدة. فده دور مهم جدا للإعلام، لكن الخطر الحقيقي دلوقتي مش الإعلام التقليدي اللي احنا بنتكلم فيه سواء الجورنال العادي أو الفضائية أو حتى المواقع الإلكترونية العادية، هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، هي لها ميزة عظيمة جدا تساعد الناس، قربت المسافات وعملت حاجات كتيرة كويسة جدا، لكنها في نفس الوقت عقال منفلت تماما يعني بلا أي قيود، وبالتالي هناك فرصة لبعض المتطرفين الإرهابيين المتربصين إن هو يعيث فسادا في عقول الناس ويحط إشاعات ويعمل حاجات كتيرة جدا. وللأسف الشديد مع تراجع مستوى الوعي في أي مجتمع أو قلة نسبة التعليم، فبتبقى فرصة سهلة جدا وبنشوف احيانا في المجتمعات العربية يمكن تصيغ الجمل بطريقة كده تخلي الناس تعجب جدا، الله ده بيكتب حلو قوي او بيتكلم بطريقة طبعًا كويسة جدا، فتحسه ان هو ده اكيد فاهم، لكن في الحقيقة هو بيقول كلام منافي للواقع تماما. ما هو منافي للواقع من وجهة نظر انا وحضرتك، لكن لما بتشوف الصورة على بعضها لا قدر الله، لما يبقى عندك لو في مجتمع التعليم فيه تعبان والوعي فيه تعبان، فبالتالي العقول بتاعت هذه المجتمعات هتبقى سهله جدا انك انت تفتحيها وتحط فيها ما تشائين من افكار. لكن خلينا متفقين يا استاذ عماد ان الوسائل التقليديه سواء شاشات التلفزيون او الصحافه بقى ليها وجود على السوشيال ميديا، المؤسسات الرسميه للدوله، الازهر الشريف، كل دول بقى ليهم تواجد على السوشيال ميديا للرد على هؤلاء. عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه مهمه جدا، عايزين في دول بكل تاكيد فيها طوائف متعدده واختفت فيها الوحده الوطنيه، حال هذه الدول عامل ازاي وايه تاثير واختفاء الوحده الوطنيه على الامن القومي لاي دوله؟ بص الوحده الوطنيه لو اختفت يبقى المناعه بتاعت الجسد الوطني انهارت باختصار شديد جدا، بمعنى انك انت يعني نتذكر الاحتلال الانجليزي لمصر اللي بدا 1882 واستمر حتى 56 رسميا، الجود قعد فترة طويلة جدا يلعب على حاجة أساسية هي حماية الأقليات الدينية. ونتذكر في حاجة اسمها تصريح 28 فبراير 22 اللي هو إدى مصر استقلال شكلي، إن هو قاعد عشان يضمن حماية الأقباط. رغم إن غالبية الأقباط، غالبية مش كل الأقباط، كانوا في قلب الثورة الوطنية المصرية ضد الاحتلال، وكان لهم دور مهم جدا في ثورة 19، ونتذكر الهلال مع الصليب. وبالتالي اي مستعمر اجنبي، اي حد عايز يلعب في المجتمع ويبوظه ويفرقه ويشرذمه هيلعب على فكره المسيح والمسلم. وده طالما ان انت محافظ على هذه الوحده، طالما ان مناعه المجتمع قويه، الخارج هيسيبك في حالك، مش هيسيبك، مش انت وحدك برضو للامانه. احنا نتذكر ماذا فعل الاحتلال الامريكي بالعراق، اول حاجه عملها ايه؟ انه هو ضرب الطوائف والداعش الشيعة ياخدوا ما اعرفش نسبه اكبر، لا الاكراد اكتر، لا السنه هم الاصل. النهايه انه مثلا عدد كبير من الاخوه المسيحيين في فتره من الفترات هاجر من
العراق، وشفنا الاستهداف داعش للأزيديين والصبائح وحاجات كتيرة جدا. في مجتمعات أخرى اللي تقدمت، المجتمعات في الغرب، إن هو الدين في دور الدين موجود في المساجد، في دور العبادة، في الكنائس. فبالتالي القانون، سيادة القانون، لو أنك طبقت القانون بقوة على الجميع هتضرب جزء كبير جدا من دور رجال الدين المتطرف، لأنه الدين زي ما اتفقنا فيه جزء إيجابي ممكن تستعمله للخير والحق والجمال والتقدم، وممكن تستعمله بصورة متطرفة. يمكن ده اللي حضرتك قلته، ده يمكن اختصر كل حاجة، انه الوحدة الوطنية لو موجودة مش هيبقى فيه تفرقة، مش هيبقى فيه سهل اختفائها، مش هيبقى فيه سهل ضرب الدول، ساعتها مش هتشوف مسلم ومسيحي، سني وشيعي، كاتوليكي وارثوذكس، مش هتشوف مواطن الحاجات ومواطن. دي في مواطن في نسيج واحد. ويمكن ده اللي الدولة المصرية عملته على مدار السنين، زي ما حضرتك في قلت، الشعار عاش الهلال مع الصليب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حقيقي يا أيها الناس إن جعلناكم إن خلقناكم شعوبا من قبائل لتعرفوا. يعني أكيد صدق الله العظيم. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على وجودك معنا. وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. طيبين، وكل الشعب المصري بخير. شكرا جزيلا يا فندم، حضرتك طيب. شكرا.